والتوزيع تقدم. اللي سمع اسم زين العطار ولو صدفة مرة واحدة في حياته هينساهوش أبدا، لأن زين العطار فنى عمره على العيلة دي واللي عمله ليها ما ينسيش. لكن واضح إن اللي عمل اللي عملته دي ما سمعش أو عمل نفسه مش سامع. لكن أدام عمل عملته المهببة داهي لازم يعرف من دلوقتي إن زين العطار لما هياخد بطاره يبقى صوته أعلى من صوت الرصاص. حاولوا يقتلونا احنا كمان. مين اللي عمل كده يا زين؟
احرز. عمرك يا ريس. حراسة حوالين القصر تمام؟ تمام يا ريس. اسمع، النهارده يوم صعب، مش عايز مخلوق يخش القصر في ايده سلاح ايا كان مين. يا حازم. زكريا. مش لسه بدري عليك؟ بدري. يلا خش. يلا خش جوه. استنضف يا اخي. زي ما كلكم عارفين احنا بنتجمع الجمعة الاولى من كل شهر عشان نتغدى مع بعض هنا في البيت، بس الجمعة دي غير اللي فات. احنا النهاردة مجتمعين عشان نبارك لشريف لان هو اللي هيقعد مكاني هنا. كل مال العطارين هيبقى في ايد شريف، وكل اللي ليكم في رقبتي هيتنقل لرقبة شريف، وهو اللي هيبقى مسؤول عننا كلنا. عايزين نقرا الفاتحة على كده. مش نستنى في الاول لما سليم ومراد بيجوا الاول يا زين؟ هما موافقين، ما تقلقش يا صبري. على بركة الله، ربنا يوفقه ويسدد اخطاه. بسم الله. مبروك يا عمي. الله يبارك فيك يا حبيبي. قدها وقلول. طول ما انت في ظهري. انا طول عمري في ظهري. تعال معايا يا شريف. بقول لك ايه؟ مش غريبة؟ عمي أول مرة يدخل حد الأوضة دي. هو عم شريف بقى أي حد يعني؟ مبروك يا زكريا. عمك بيجي مكان أبوك. الله يبارك فيك. وربنا يخلينا أبويا يا عبد الله. جرى يا عبد الله؟ ما تحترم الرجال الموجودة. ولا قلت حاجة. أنا ببارك لواد عمي. بكفاياك يا عبد الله. معلش يا عم صبري. ما أنت عارف ابنك. طول عمره بيحبني من وإحنا صغيرين. ما بلاقي حكايات من واحنا صغيرين دي. السنين لما بتكتر عليك وانت بتشقى بتزهق من عدها، لكن عشان تبني عيلة زي دي يا شريف محتاج عمرين على عمرك. ربنا يديك الصحة وطول العمر يا زين. اللي فاضل في العمر مهما طال هيبقى قصير. المهم انت يا شريف تكون عارف ايه اللي مستنيك. انت خلاص بقيت الكبير، والكبير كبير بناسه وبالخير اللي بيطلع من ايديه. مش بس كده، في القانون بتاع العيلة. القانون هو الأهم. القانون يمشي على الكبير زي الصغير، مفيش تهاون. القانون بيحمي الكل وأولهم الكبير. أنت طول عمرك أبويا يا زين. كلنا عايشين في ظلك. من النهاردة أنت بقيت ظلنا كلنا. ولازم ظلك يبقى ممدود. أنت مسؤول عن حاجات كتير، عن الشركات، عن كفر العطارين، عن دار الأيتام اللي في النوبة. أنت عارف طبعاً إن محدش كان بيدخل الأوضة دي غيري أنا وجيهان. من النهاردة محدش هيدخلها إلا أنت. أنت بقيت الحارس على العيلة يا شريف. خبرية يا جماعة؟ أمال فارس فين؟ فارس بيجيب عم سليم من المطار وجاي على طول. وعمك سليم مبسوط من اللي بيحصل ده؟ جرى يا عبد الله. عم سليم عمره ما فكر يبقى مكان زين العطار. طول عمره جنبه أو في ظهره، وبعد عمر طويل إن شاء الله هنشوف مين اللي هيجي مكان عم سليم. أنا قلت حاجة؟ أنا بفهم بس. إلا أقول هو صالح مش هيجي؟ هو من إمتى بيجي يا شيخ عبد القادر؟ ما أنت عارف مشاكله مع عمي. صالح جاي يا عم عبد القادر. يلا قوموا اطلعوا بره كلكم عشان ناكل. إياد استنى عاوزك. يا
حلاوتك يا رايق وانت رايق. الرايق طول عمره رايق يا ناديه، بس انت اللي ما بتاخديش بالك. يا ريت بس الرقم ما ياخدكش وينسيك. ها ينسيني ايه؟ اخر صبر ابوك. او انت نسيت اهو، عايز اتجوز سلمى بنت زين. جواز ايه يا سمير يا ابني؟ ما انا سبق وقلت لك طول ما انت ماشي بدماغك ومش مراعي الايقاع اللي انا ماشي عليه عمرك ما هتنول. وبعدين عايزنا نروح للحاج زين العطار اقول له تعال جوز بنتك لابني اللي ناوي يبقى مطرب شعبي. ماله المطرب الشعبي؟ انت متجوز مراتك وهي دكتوره عظام، هيشك بشك الدنيا. يالا يالا رؤى غنت عليا عشان انا عبيط وصاحب مزاج، انما الحاج زين العطار محدش يقدر يغني عليه. اللي يغني عليه يتقطع له لسانه وما يطلعلوش صوت تاني ابدا. ما خلاص الكلام ده مش وقته، احنا قدام الناس. او النبي مش عايزين فضايح. والله بكره ابقى مطرب شعبي واطلع اقول ما اعرفكوش. اسمع يا اياد يا ابني، انت هتتجوز بنتي يعني هتبقى واحد مننا. تعرف طبعا ان انا بثق فيك وفي اخلاقك وفي تربيتك، واعرف المرحوم والدك، فانا ليه عندك طلبات؟ انا تحت امر حضرتك. انا عاوزك تصفي شغلك اللي بره كله وتيجي تشتغل معانا، وتعمل حسابك انك هتعيش انت وياسمين معانا هنا في البيت. خليه يدخل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جاي أسلم يا باشا وأخذ البركة. أهلا وسهلا يا حاج مهدي. طيب أستأذن أنا بقى. خليك قاعد. اتفضل يا باشا. النبي قبل الهدية. إيش إيش سبحة ذهب. عيار 21 سعادتك. مش مهم العيار يا مهدي، المهم انها ذهب. ودي شاريها ولا موصي عليها؟ صراحه يا باشا يعني هي معموله مخصوص وصايا يعني، بس انا ما اشتريتش حاجه. ما هديني هديه جايه لك يعني. معاذ الله يا باشا، معاذ الله. الحكايه ما فيها ان الراجل اللي عملها لي لما عرف ان انا ههديها لسعادتك حلف ما هياخد مني الابيض ولا اسود. وبعدين يعني الراجل مش غريب يا باشا. سيد حماد جوز اختك. هو بعينه يا باشا. بصراحة يا باشا هو مورود ورطة كبيرة قوي، لا كانت على البال ولا على الخاطر. موضوع بتاع الشيخ العطيفي. قسما بالله العظيم اللي حصل غير اللي سمعته يا باشا. أنا ما بسمعش يا مهدي. أنت عارف كده كويس. عارف. عارف يا باشا. سيد حماد لعب من ورا ظهر الشيخ العطيفي. بصراحة يا باشا هي جت فيه، بس والله العظيم والله العظيم ثلاثة ما هو اللي لعب ده. الواد سهر ابنه هو اللي ورطه، جاب شوية استيكرات من بتوع العطيفي وخلطهم على الشغل بتاع ابوه ونزلهم في السوق على أساس إن هم بتوع العطيفي. وأبوه كان فين من كل ده؟ أبوه ما كانش مخونه يا باشا، برضه يعني الواد ما كانش فاتحها على البحر. ده هم يعني كم حته كده كان ممكن يعدوا لولا الزبون اللي قفشهم وكبرت في دماغه وعمل فضيحه. هو كان لازم يعمل فضيحه يا مهدي عشان ده مش زبون. ها؟ قصدك ايه يا باشا؟ الشيخ العطيفي مش راجل صغير عشان يسيب حد يلعب باسمه. تمام يا باشا، ما قلناش اي حاجه، بس ده قاطع المايه والنور عن جوز اختي بقاله ازيد من شهر بحاله، ما قعدوا في البيت. كل غلطة وليها تمن. ماشي يا باشا، نتمن الغلطة وندفع التمن. خلاص، من النهاردة ابن أختك ملوش في التجارة بتاعة أبوه. يعني مش فاهم يعني إيه؟ يعني الواد لا هيشوف الذهب ولا هيلمسه بإيديه. ماشي سعادتك. والشغل اللي اتخلط بشغل العطيفي هتتحسب نسبته قد ايه وهيتخصم على سيد جوز اختك لمده سنه. سنه يا باشا؟ بس ده كتير يعني، الضربه جامده عليه يا باشا. الضربه دي مش هتصلب حيله ولا بعد 3 سنين. يتصلب حيله بعدين احسن ما يتهدد دلوقتي. ماشي يا باشا، اللي تشوفه سعادتك.
سلام عليكم. مهدي. ايوه يا باشا. السبحه بتاعتك يا باشا دي. ماشي يا باشا، جميلك في رقبتي. سلام. زكريا، كلم الشيخ العطيفي وقول له زين العطار حكم في موضوع سيد حماد والحكم نافذ. هو حضرتك عايزني اشتغل في ايه بالظبط؟ زين العطار مين يا ابني اللي بيتاجر في السلاح؟ انت كده بتتهم واحد من اهم رؤوس الاموال في مصر. في ناس كتير عاوزه توقع الراجل ده. انا عارفه كويس، عارف انه راجل محترم وراجل نظيف. طلع الحاجات دي من دماغك، بدل ما تفكر فيها خليك في شغلنا، عندنا بلاوي متلتله. انا مش فاهم، هو الراجل ده عامل غسيل مخ البلد كلها ولا ايه؟ يا باشا انت عايز تفهمني الفلوس دي كلها جايه من اسرار التصدير؟ اه طبعا. هات لي حاجه في مصر كده ما عليهاش اسم زين العطار. يا ابني ده بيشتغل في كل حاجه من الابره للصاروخ، يعني ايده طايله في كل حاجه. وبعد كده الكلام اللي انت قلته ده دلوقتي ده يعتبر اتهام صريح من غير دليل، يعني قال ممكن اتجازيك عليه. انا اسف يا محسن باشا، بس مفيش حد فوق القانون، وانت لو اديتني فرصه اثبت لك ده بنفسي. انا جاي لي معلومه مؤكده بتقول ان في عربيات محمله سلاح وداخله عن طريق الصعيد وهتنزل في مخزن زي العطار. كله عايزه من حضرتك تصريح عشان اروح اكبس عليهم. تصريح ايه يا ابني وكلام فاضي ايه؟ قلت لك مليون مره يا يوسف ما تعتمدش على اسم والدك سياده اللواء. سياده اللواء لو عرف اللي انت بتعمله ده اكيد هيزعل منك وهيتضايق. عشان كده ما تتهمش الناس المحترمه اتهام جزافي من غير دليل. ها عملت ايه يا ضبع؟ واضح كده ان زين العطار وصل لمحسن بيه قبلينا. انا هروح المخزن وهقفش العيال دي وهعمل قضيه ولو فيها موتي. هتيجي يا ابني؟ انت كده كده ابوك لواء هيسندك، يعني لو حصل اي حاجه انا اللي هروح في الرجلين. ما انت عارف. ما تقلقش، وبعدين انا مش هزعل لو ما جتش. مش الفكره يا يوسف، انا بحسب حسابات لحاجات كتيره. بس بقول لك ايه، هي موته ولا اكتر؟ يلا بينا. يلا. يعني هو بجد ما قالكش عايز ايه من اياد؟ لو قال لي يعني هخبي عليك ليه؟ ما دام ابوكي قال عايزه لوحده يبقى عمل مصيبه. امال مراتك هايدي فين؟ هقوم اشوفها، بس أأمن على الرجاله الاول. عن اسمكم. عبد الله ابن عمك ده مش مريحني خالص. بقول لك ايه يا عيشه؟ مرات عمي بتبص للليد ده مش عاجبها ولا ايه؟ أنا ما عارفش إحنا ضيوف ولا أصحاب بيت. أصحاب بيت يا عبد الله، أصحاب بيت. استهدى بالله كده. يا رب، عدي اليوم ده على خير يا رب. طول ما إحنا ساكتين مش هيحصل خير. وكانت بنت البشوات ما تعرفش الأصول نعرفها لها. هي عمتي فين؟ أمي جوا قاعدة مع أبويا. بيت، أنت يا بيت. مالك يا أختي قاصحة كده؟ في إيه؟ مش شايفاني؟ ولا سامعاني؟ روحي امشي يا بيت جيبي لي حاجة أشربها. وجيبي له حاجه يدفعها. هم يا اختي. ايه يا زينب؟ ايه مش عاجبك يدفعها؟ لا بتعامليها وحش يا اخوي. عاجبك الشوكولاته قوي يا حنين انت؟ ليه من بقيت عيلتك ولا ايه حكايتك بالظبط؟ اسمع اما اقول لك، انا ما ابتديتش معاها، هي اللي ماشيه كده ولا كانها شايفاني ولا سامعاني. بيعاملونا زي الاغراب. افهم بالراحه، حد يسمعنا؟ ما يسمعوا في ايه؟ اسمع اما اقول لك، انا ساكته غلب ومخنوقه كده كفايه. انت علي خانقني خنق السنين كلها. اسمع ما اقول لك، انا ليا في البيت ده زي ما هو ليه، واذا كان هو زين اني زينين زينب زي ده به. فاهم؟ نقعد بره؟ لا ما نقعدش. لو زين خرج يعني يلقانا. خايف منه ولا ايه؟ لا مش خارج. بقول لك ايه، ما توجعيش دماغي. مش معنى انه كلمك يبقى بيحن او ندمان. ممكن يكون بيقلب في الموبايل شاف اسمك، فتح الواتساب شاف صورتك، افتكر حاجه لطيفه. افتكر حاجة لطيفة؟ بقول لك يا علي، الكلمتين دول مش لاقيين على حتة الشياكة دي. فعلا؟ ما اقولكش. بقول لك ايه؟ ايه؟ الواد سمير الرايق. ماله؟ من ساعة ما قعدنا وعينيه ما نزلتش من عليكي. ما تيجي نشجر عليه في الفرنت زون بتاعك ده. يلا بينا. يلا. بس عجبتك الحتة القطيفة دي؟ بس بس حبيبي بس.
مالك حبيبتي؟ ولا حاجة يا حبيبي، وحشتني بس. وحشتك منها. ما أنا على طول قدامك، يعني ما بتختاريش غير الوقت اللي فيه ناس. أنت على طول وحشتني. طيب ما تيجي نسيب الحفلة ونطلع نشوف الموضوع ده. إيه؟ كسفي. طيب وخليني أشوف حل بقى أمشي الناس دي بسرعة كده وأجيلك. أظن كده أنت عرفت كل حاجة. بس هو ليه حضرتك سبتني قاعد في القعدة دي؟ أنت من أول ما دخلت بيتي وأنا خلاص بقيت أبوك وبعتبرك واحد من ولادي. وبعدين أنت هتشتغل معانا، لازم تبقى عارف أنت داخل على إيه بالظبط. إحنا ما عندناش أسرار بنخبيها، وأنا عيالي لازم يكونوا ماسكين إيدين بعض وظهرهم في ظهر بعض. الله يا سلمى، شانك كمان يا زكريا. صالح جه. ياسمين حاجة. صالح وصل. هو أنا ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ ليه صالح دايما بعيد عن العيلة؟ وحشني يا صالح كل ده. وأنت أكتر. آية، هاي، إزيك؟ عارف حاج صبري، كل المطربين اللي كلمتك عنهم دول عدوا عليا في الهوا. ولو طلعت الصور هيستخبى الالبوم. يعني اللي كان يجيك تصوره؟ لا مش صور صور، يعني كان بعمل لهم سيديهات. بس انا بقى انت عارف الرايق، ما احبش الاذيه. الله، كلامك زين. اخوك زين. والله يا حاج صبري بفكر اشتغل مذيع. اقول الخلاصه. هي بقى الخلاصه تقنين الحشيش. بقولك يا بابي، انا في سؤال هيجنني طول عمري، نفسي اعرف ازاي حضرتك وانكل فتحي صحاب. لو كنت شفت يا ابوه الله يرحمه واللي عمله معايا كنت عرفت ليه انا مصاحبه. بس بجد يا زين، سليم هو الوحيد اللي بيعرف يتعامل معايا. سليم فين؟ اتأخر ليه؟ على وصول. الحمد لله على السلامة يا عمي. توحشتك قوي. وأنت كمان والله يا فارس. لا أنا إيه؟ خلاص اللي بيهج ويسافر بينسى العطارين، وأنت بصراحة طولت قوي المرة دي. طولت إيه يا عاد؟ الحكاية كلها أسبوع. ثلاث أيام خلصت فيهم الشغل، وأربع أيام قعدت أشوف نفسي. وجيت أسبوع عملت إيه؟ نمت. لا عايزك تفهم يا فارس إن الحياة مش كلها شغل وبس. ساعة الحظ ما تتعوضش. خليك زي كده، الإنسان لازم يراعي نفسه. طب وأنت يا عمي راعيت الإنسانية؟ إلا راعيت الإنسانية يا فارس، ده أنا سايب هناك حالة إنسانية، إنما إيه؟ تصعب على الكافر. ما تاخدني معاك، سفرني معاك. اخدك معايا فين يا ارض؟ اذا كان ابوك اللي هو ابوك هج طفش منك وهاجر، هاخدك انا معايا؟ لبسنا الوش الجبسي بقى. يا ده انا بهزر معاك، ده انت الوحيد اللي انا بهزر معاه. لو سمحت يا عمي ما تهزرش معايا في الموضوع ده. بعدين خلاص ابوي بعد ما هج وسابني ما بقاش ابوي. لا اش عبيط امك، ابوك هيفضل ابوك لغايه ما تموت. بعدين خلاص يا عم مش ههزر معاك تاني يا عم فارس، بس شهل بقى شويه، خلينا نلحق الاكل
أنا مش ناقص أسمع لي كلمتين بسبب واحد زيك. ماشي. تفتكر طبخيني يا عمي؟ زفر. آه. بمناسبة رجوعك من الزفر. شاهر شاهر. يا سلام. اتفرجي على البلد دي لو ترخص فيها الحشيش. يا هنبقى من الدول المتقدمة. ابويا هيحرقني بعينيه. ربنا يخلولك. ربنا يخليك. وشفت انت بقى بقيت اخواتي زكريا وسلمى ياسمين حازم وفي حد كده في النوبه اسمه حسن وفي اخويا الكبير يحيى ولسه ما اعرفش الايام ممكن تحدف علينا مين تاني واللي هناك بقى في الشمال دول بقيه العيله عبد الله ابن عمي صبري ده بقى من العيله بس بيكرهنا كلنا ده مش بيكرهنا وبس ده بيكره نفسه اللي على يمينه بقى عبد الله وشماله دول رؤية وعيشة عيشة خلاص بقى قلت لك خلصنا من الموضوع ده ما تقفشيش امال فين بقى الشبح اللي حكيت لي عليه عمك سليم شاهر امال خلينا نلحق انا هنا بسوق اهو تجي تسوق انت ايه الحيوان ده؟ ما بيعرفش يسوق ده ولا ايه؟ بقاء لله يا ريس تمام يا حبيبي تسلم ايدك انا عاوزك بس تتاكد ان هم ماتوا كلهم أحسن الجماعة دول عاملين زي القطط بسبع أرواح. فارس يا ابني يا ابني معلش يا ابني يا ابني يا ابني قلتوا ايه؟ قلت افتح الله يا متولي بس استنى استنى هاشم لما نسمعه بعد اذنك يا هاشم بيه خليه يكمل النهايه نسمع هيقولوا ايه قول يا متولي قول بس انت عارف بتقول ايه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع كده ليه زين مش ربنا يعني لا مؤاخذه عجبكم اللي هو عامله فينا ده انا مش عارف ابيع حته سلاح محترمه وبعد كل ده بيعاملنا وبيتحكم فينا زي ما نكون صبيانه وانت عايز تبيع سلاح تقيل لمين يا متولي للي يدفع أنا مستعد أتعامل مع الشيطان ذات نفسه بس إحنا كنا متفقين في الأول والعقد شريعة المتعاقدين حرام ده كده حتى ربنا يحاسبنا على النعم اللي إحنا بنرفضها برجلينا الناس كلها عمالة تشتغل وتشتري وتبيع تهريب وأنفاق وعشان إيه ده كله؟ عشان إحنا بينا اتفاق وإحنا مش عيال أو على الأقل أنا مش عيل يلا فارس مش قادر بسرعة معلش معلش خليك معايا شوية استحمل استحمل يا فارس استحمل اطلع هو انت فاكر ان انا لو كنت عايز اموت زين ما كنتش موتته من 20 سنة انا مش مبسوط ان هو متحكم في السوق لا انا مش مبسوط بس وجود زين عامل توازن زين شايل عننا بلاوي زين لو مات هتتفتح نار ما حدش هيعرف يقف قصادها
اتفرجوا على السوق لو زين مات، الناس اللي بره عاوزينه والناس اللي جوه راضيين عنه. أنا من رأي سيادتك يا هاشم بيه، أنا حاسس إن الخلاف بينك وبين زينب متولي بصراحة ربنا كده، حاسس إن ملوش علاقة بالشغل. ما تجيب من الآخر. أنا مفيش أي حاجة ما بيني وما بينه غير الشغل، وبعدين عيب الكلام اللي أنت بتقوله ده. ولا أنت إيه رأيك يا جلال بيه؟ أنا قلت اللي عندي، واللي حضر العفريت يستحمل أذى. جاي معايا يا سيف؟ جاي معاك طبعا يا هاشم باشا. ده شيطان ودخل ما بيننا. استغفر الله العظيم، بس بعون الله هنخلص على الشيطان. أنت مش بدأت؟ خلاص؟ ما فيهاش تراجع. خلصت. ياسمين أختي آية، الطعامة بتاعت العيلة كلها. صالح حكى لي عنك كتير على فكرة. والله هتعمل بقى فيها وكيل نيابه وتقول لك قال لك ايه وامتى وفين وازاي وكان لابس ايه. لا 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 على فكره خالص، مش فارق معايا اصلا قال لك ايه عني. المهم بقى انت هتقول لنا ايه عنها؟ طبعا هيجي يقول لنا حب عمري واجمل بنت شفتها في حياتي، اللي بتقوله يعني العادي على اي واحده بتجيبها لنا. ايه ياسمين اللي انت بتقوليه ده؟ على فكره بتكذب عليكي والله. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ في ايه؟ على فكره يا ايه ياسمين بتكذب عليكي. صالح عمره ما جاب بنت البيت. العقله بتاعت العيله. هو على طول كان بيخلينا نقابلهم بره. الهبله بتاعت العيله. اقسم بالله انت شكلك عايزين علقه من بتوع زمان. شكلك انت اللي عايز علقه من بتوع زمان. صح، فكروا يا زكريا ده نسي نفسه. مش كده؟ طبعا. طب بقول لكم ايه بقى؟ تيجوا نخش جوه نشوف مين اللي هيضرب مين. صح. والله انت بتقول كلام شديد. صح؟ نخش جوه صح؟ يلا يا حبيبي. وحياه ايه؟ حلفك بالغالي. ايه؟ ايوه عندي غاليين كتير يا زكريا. ده العشرة. وحشتني لمتهم. بضاعه دي في خلال 10 دقايق لقاها متخزنه في المخزن، مش عايز اي ملاحظه على اي حاجه. يلا اتفضلوا. واضح انهم كتير قوي يا يوسف. احنا مش هينفع نعمل العمليه دي لوحدينا. ما هو ده اللي مأكد لي ان في بلاوي جوه، وبعدين دي فرصه عمرنا يا اكرم. أكيد مش تيجي دلوقتي وتبيعني يعني. أنا مش ببيعك، بس إحنا بالمنظر ده مش هنعرف نعمل حاجة. دول لو تجار سلاح فعلا مش هيسلموها بالساهل. إحنا ديتنا طلقتين ومحدش هيعرف عننا حاجة. اسمع الكلام. بقول لك إيه؟ البضاعة هتيجي دلوقتي هيتلخموا فيها. هيشوفونا بالمسدسات والقوة اللي معانا هيتهدوا. وافرض ما تهدوش بقى. سيبها لله. كله على الله. عليك يبوز يا حبيبتي، مش عارف أقول لك. ما ينفعش. ما ينفعش انا اهدى حياتي تبقى كل الناس بتبارك لي كده وانت الوحيده بتضربها بالبوز ده. انا ما قلتش اني مش مبسوطه، انا بقول ان الفتره اللي جايه دي مش هبقى مبسوطه. وانت عارف ليه يا شريف؟ انا ما بشوفكش خالص. بنتي انا هاخد اجازه اتفقت عليها، خلاص هنبقى مع بعض. اجازه؟ ما خدتش اجازه وانت شغال مع عمو زين، هتاخدها دلوقتي وانت شايل الشغل كله؟ ايه اللي اتغير؟ الراجل هيفضل زي ما هو. كل حكايه انه قلقان بس لحسن لو لا قدر الله حصل حاجه العيله ما تحصلش بينها اختلافات ومشاكل وكده، بعدين خلاص ما تقلقيش بقى، ما الاجازه قلنا مع بعض فيها. طب بقول لك ايه يا حبيبي؟ ما تيجي نسافر لنا كده يومين قبل ما بطني تبان عليا. يعني سافري فين؟ سافري فين يا حبيبتي؟ انت في اول حمله خطر، خطر عليك يا حبيبتي. طيب هتجيب لي هديه ايه بقى بالمناسبه دي؟ كله نازل سلاحه. فتش لي يا ابني الكراتين دي. خير يا بهوت؟ فين؟ خير؟ ما الخير كتير اهو الحمد لله. اتجاره الاوضات المنزليه بقت ممنوعه دلوقتي. انت هتستعبط يا رحمك ولا ايه؟ ما تسمع الكلام. معاك اذن نيابه؟ اهو يا حالتها. طب لو مؤاخذه يا باشا هتعبك معايا وتقراه لي. نسيت نضاره القرايه. فتش يا ابني الكراتين دي. مع اني مش داخل عليا الحوار اللي بيحصل ده، بس على دماغي يا باشا. اخرس يلا. مفيش حاجه يا فندم. يعني ايه؟ فين السلاح؟ فين السلاح؟ فين السلاح يا ولاد الكلب؟ يلا يوسف يلا رجاله. طب ايه يا بهوات؟ ماشيين كده من غير ما تعملوا لكم محضر ولا قضيه؟ طب طقم الشاي بقى وانتم منوريني. متشكرين على الواجب ده يا رحمك. ولا بلغ اللي مشغلك ان وحياه امي ما هسيبه. توصل بألف سلامه يا باشا. كمل يا ابني شغل انت. هو الو كويس انت غلطت المكان.
لا ما تقلقش انا هتصرف. يبقى طمني بس امن عربيتك هم خازن. سلام. القمر ده؟ اهلين القمر ده؟ يلا بقى ناخد سلسلة. يلا خش يا حبيبتي بالسلسلة. انا تاخدي الهدية بتاعتي. سليم قتل الرجالة وهرب. كنت متأكد إن كل ده هيحصل. هاشم وسيف كان عندهم حق. المهم دلوقتي حالا تلغي أي حاجة تانية. ما ينفعش نلغي. سليم في داهية. المهم عندي زين. سليم ده هنبقى نفوق له بعدين. المهم أنت معايا للآخر ولا لا يا جلال؟ معاك على بركة الله.